المصريون بالخارج يواصلون طبع وملء بطاقات الاقتراع في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب. ومدبولي يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا حتى لا تضطر الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة. مجلس الوزراء يؤكد أن الدولة استثمرت 447 مليار جنيه في مشروعات الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. نشرة الأخبار، أهلا بكم. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا في مواصلة الاطلاع بدورها في التعاون مع جميع دول العالم للعمل على نشر قيم الاعتدال والتسامح والتعايش السلمي ونبذ التطرف. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لبحث التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لمواجهة الفكر المتطرف وتحقيق التعايش الحضري بين الأديان. وخلال الاتصال أكد ميشيل تعويل الجانب الأوروبي بشكل أساسي على دور مصر بقيادة الرئيس السيسي في مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة أعمال العنف والتعصب ليس فقط على المستوى الداخلي بل في المحيط الإقليمي لمصر. قام الرئيس السيسي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة واطلع على سير العمل ومعدلات الإنجاز بها. تفقد الرئيس خلال جولته حي البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي إلى جانب عدد من القطاعات والأحياء السكنية وكذلك الحي الحكومي الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المشروعات والمواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث اطلع سيادته على الموقف التنفيذي للمشروعات وسير العمل بها ومعدلات الإنجاز. وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس تفقد خلال جولته عدد من القطاعات والأحياء السكنية وكذلك الحي الحكومي الذي سيضم مباني الجهات والهيئات الحكومية المختلفة. إن شاء الله على آخر السنة هنكون مخلصينها بالكامل من خام وواجهات وبنشطب من جوه على قد المحرس. شغالين بالتالي يا فندم برضه شغالين في الزراعات، كل المكان اللي نقدر نزرع فيه احنا بنزرع فيه. على اخر الشهر ده ان شاء الله كل الهيكل الخرسانه هتكون انتهى 100% وهيبقى متبقي بس القبه تاخد لنا شهر او شهر ونص، يبقى كده احنا على التوازي بقى يا فندم بدانا نبني، يعني كل اللي نقدر نشتغل فيه احنا شغالين فيه. عاملين البرنامج الزمني اللي انتهى من الساحه امتى؟ ان شاء الله اخر 31/12 نخلص الاعمال بتاعت الساحه والعسكري. الخرسانات. الخرسانات وبقيه التشطيبات ان شاء الله بتاعت المباني والركام بعد بس الجزء بتاع المنصه البسيط بتاع العمدان اللي سيادتك شايفها ديت، وان شاء الله المسجد عاملين الخطه بتاعته ان شاء الله المقاس تخلص على 1/5 وبقيه التشطيبات ان شاء الله على نص السنه ربنا يسهل والاذن يبقى كده تمام. خلصنا تماما. ان شاء الله. حتى الطرق وحتى الجزء اللي مع الحكومه وكده. ان شاء الله. مش كده؟ ان شاء الله. لان طبعا مش هيبان ابدا المنظر الرائع اللي انتوا عاملينه ده الا اذا كان كل حاجه مع بعض. لا يعني كل حاجه مع بعضها الاضاءه مع الطرق اللي معموله مع تخطيطها يعني كده ان شاء الله. الحاجه الحكوميه فعلا نسبه التنفيذ دلوقتي تتراوح ما بين 95.5% ل 87.5% اقل شهر، يعني متوسط من 90 ل 91% نسبه التنفيذ. وكذلك حي البنوك ومركز مصر الثقافي الإسلامي. مركز مركزي فندم اللي هنا أسفل اللي باين منه الأربع أدوار غير مكتملين. فاضل لكم قد إيه؟ إن شاء الله فندم هنخلص في شهر 26/21. كل ده يبقى خلصان. أنتوا بتقولوا 30/6 هنستلم موقع زي الكتاب ما بيقول. إن شاء الله. مش كده يا فندم؟ إن شاء الله. شد إن شاء الله. شكرين.
الفكره يا فندم لانشاء المسجد هنا دي اعلى كتبه موجوده عندنا في العاصمه، وسيادتك لما وجهناها بتتوسط ساحه الشعب وفي اتجاه النصب التذكاري، وعلى يمينها وشمالها مجلس الوزراء ومجلس والحي الحكومي بالكامل، وفي الاتجاه الاخر يا فندم مجلس النواب ومجلس الشورى ان شاء الله. دي متوسطه ودي علامه ايقونيه داخل العاصمه يا فندم، بتترقى من اي مكان، وخاصه احنا المآذن بتاعتنا هتوصل ل 140 متر فوق منسوب الارض الطبيعيه اللي هي مقام عليه. نضيف على كده يا فندم فرق كمان ال 24 او ال 25 متر اللي مع منسوب العاصمه بالكامل، يعني الموضوع هيدخل في 160 متر، فطبعا ده هيبان من كل الاتجاهات. بعد سنين طويلة جدا هتقول احنا اللي عملنا ده، اسمه تاريخ مصر الايه؟ تاريخ مصر الحديث، الدولة الجديدة، الدولة الايه؟ الجديدة. امر ليس باليسير، عايز مننا انتباه شديد، لان اللي بنعمله ده هيفضل موجود معانا على طول، هيفضل موجود معانا مش عشرات السنين، هيبقى معانا مئات السنين، هيبقى معانا ايه؟ شفتوا القاهرة مثلا الخديوية، القاهرة الخديوية معمولة النهاردة داخلة في أكثر من 150 سنة، لما اتعملت وقت ما تم افتتاحها الجزء ده لما افتتح ساعتها كانت حاجة تانية خالص، كان لابد ان احنا نخرج من القاهرة، لان احنا بنصرف على القاهرة مليارات الجنيهات اللي لو كانت اتصرفت هنا من 20 سنة كانت خلت المنطقة دي كلها حاجة تانية. الخلاصة اللي انا عايز اقولها لكم، انتبهوا للحاجة اللي بتتعمل، وانت مش معاك بس اللوحة، لا معاك فكرك وعقلك، وانا مستعد اسمعه، وانا لما بتكلم معاكم بتكلم عشان اسمع، وانا بيكم وبالناس المهندسين والمستشارين والمكاتب الاستشارية هنطلع حاجة جميلة، حاجة متكاملة. فشد حيلكم، واحنا ان شاء الله عايزين على معادنا طبعا الثمان اشهر اللي انتوا قفلتوا فيهم كان لهم تاثير، يعني لما شفت الشغل فعلا احنا الكورونا اذتنا يعني او اذتنا سنه يعني خلاص، بس احنا نعوض ده ان شاء الله، نعوض ده في الفتره الجايه ان شاء الله. يواصل المصريون في الخارج طبعة وملء بطاقات الاقتراع في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب استعدادا لإرسالها لمقر البعثات الدبلوماسية بالخارج، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4، 5، و6 من نوفمبر. وقد ترأست السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج اجتماع غرفة العمليات لمتابعة إجراءات مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب. النهاردة بتستمر غرفة عمليات وزارة الهجرة في متابعة سير المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم تتابع عملية مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب الذين بادروا بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر هذه العملية حتى الثلاثاء 3 نوفمبر. لابد أن المصري في الخارج يكون سجل في التاريخ المحدد اللي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، يحصل على الرقم الكودي، بيجي يوم الانتخاب أو يوم التصويت زي النهاردة بيدخل الرقم الكودي على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، بتظهر له الاستمارات علشان يختار الفردي والقائمة، بيطبع هذه الاستمارات وأيضا بيطبع صورة من جواز سفر، ولابد أنه هو يكون صالح، بطاقة الرقم القومي مش لازم تكون صالحة، ممكن تكون منتهية، بيطبع أيضا الإقرار أن هذه البيانات خاصة به، وصورة من إقامته في الخارج.
وبيحط كل هذه الاستمارات، يعني الاستمارة الاختيارات دي، ده في مظروف، وفي مظروف أكبر بيحط فيه كل هذه المستندات اللي بتدل على شخصيته وبيبعتها لمقر البعثات الدبلوماسية فور التصويت. على مدار 48 ساعة تتلقى غرفة العمليات التابعة لوزارة الهجرة كافة استفسارات المصريين في الخارج والمتعلقة بالعملية الانتخابية في إطار المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، والتي تضم 13 محافظة في محاولة لتذليل كافة العقبات أمامهم. الاستفسارات اللي بتاعت الوزارة غرفة عمليات بتتلخص في نوعين رئيسيين من الاستفسارات. الاستفسار الأول هو الأوائل المطلوبة رفقها مع الأصوات الانتخابية اللي بتم إرسالها للسفارة، ودي بيتم الإجابة عليها بناء على ما هو موضح من الهيئة الوطنية للانتخابات. تاني حاجة، بالنسبة كان في استفسار متردد من دولة الكويت إن عندهم البعيد الحكومي متوقف نتيجة إجراءات كورونا، وبالتواصل مع الهيئة القومية للهيئة الوطنية للانتخابات تم إفادتنا إن مسموح في دولة الكويت استثناء بالبعيد الخاص، شركات البعيد الخاص، وبرضه يبقى البعيد السايب. تنسيق مستمر بين وزارة الدولة للهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات عبر الخط الساخن للتأكيد على أهمية المشاركة السياسية للمصريين المقيمين في الخارج. وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج وبالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات معنية من اليوم وحتى 9 مساء غد الثلاثاء بالعملية الانتخابية في إطار المرحلة الثانية للمصريين المقيمين في الخارج عن طريق الإجابة عن كافة الاستفسارات وتذليل كافة العقبات أمامهم. من غرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة، محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا من فيينا مراسل أخبار مصر مصطفى عبد الله. مصطفى، بعد التحية، كيف تسير مجريات العملية الانتخابية للمرحلة الثانية لمجلس النواب؟ أهلا بحضرتك أستاذ ياسر والأستاذ منى وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا بيك. هو الحقيقة بدأت انتخابات مجلس النواب في النمسا وبالمصريين في الخارج عموما، يعني في كل دول أوروبا، وغرفة عمليات وزارة الدولة للهجرة وشؤون المسلمين بالخارج برئاسة السفيرة نبيلة مكرم الحقيقة بتتابع المشاركة في المرحلة الثانية اللي انطلقت اليوم الاثنين، وذلك من خلال طباعة المصريين بالخارج لبطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وإرسالها لمقر البعثات الدبلوماسية من 9 صباح اليوم بحسب توقيت النمسا لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات. وبتستمر العملية حتى غدا الثلاثاء 9 مساء. الحقيقة يعني بدأ تصويت المصريين من نمسا انتخابات مجلس النواب من خلال البريد، ومن جانبه من جانب السفير محمد المولى سفير مصر بالنمسا ومنتبة الدائم لدى المنظمات الدولية بفيينا، أكد على أن هذا استحقاق هام يتم في ظروف استثنائية، وطالب مصري النمسا خاصة ومصري الخارج عامة ضرورة الاهتمام بهذا الحدث الديمقراطي وضرورة الإدلاء بأصواتهم عبر البريد على مدار اليومين، خاصة أنه بيتم في ظل ظروف غير طبيعية لحظر التجمعات بسبب جائحة كورونا واللي بسببها أصدرت الحكومة النمساوية إجراءات احترازية لتأمين وسلامة الشعب النمساوي والمقيمين بالنمسا. شكرا جزيلا لك مصطفى عبد الله، مراسل أخبار مصر من فيينا. أجرى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مباحثات في العاصمة السودانية الخرطوم بالأمس على رأس وفد رفيع مستوى ضم قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. تناولت المباحثات الإجراءات التنفيذية للنتائج زيارة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني للقاهرة. عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له بعد انتهاء زيارته لدولة السودان
لبحث أوجه التعاون مع الجانب السوداني الشقيق. وقد أسفرت المباحثات عن إعداد إطار توافقي تناول سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان، والعمل المشترك في مجالات التأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والتأمين الفني والصناعات العسكرية. وكان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد أجريت له مراسم استقبال رسمية بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتقى بالسيد وزير الدفاع السوداني والسيد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية. وأكد السيد وزير الدفاع السوداني على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والسودان وتطابق وجهات النظر تجاه التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة. كما أشار السيد رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات يعتبر نقلة حقيقية في مسيرة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. من جانبه أكد الفريق محمد فريد على أهمية تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكل من مصر والسودان، مشيرا إلى أن هناك توافق في الرؤى حول صياغة استراتيجية مشتركة لتحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وأن ما تم الاتفاق عليه خلال المباحثات يلبي طموحات البلدين في الأمن والاستقرار والتنمية. حضر المباحثات قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسودانية. عقد اجتماع لوزراء الموارد المائية والري من مصر والسودان وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث وبمشاركة مراقبين من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك للتباحث حول كيفية إعادة المفاوضات بشأن السد الإثيوبي في ضوء مخرجات اجتماع وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث في 27 من أكتوبر الماضي. وخلال الاجتماع طرحت الوفود الثلاثة رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات في الفترة القادمة، وأكدت مصر أهمية تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية. وانتهى الاجتماع بالاتفاق على عقد جلسة اليوم بحضور ممثل فني وقانوني من كل دولة لبحث سبل التفاوض خلال الفترة القادمة ورفع نتيجة تلك الجلسات إلى الوزراء غدا الثلاثاء. شدد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا لتجنب اتخاذ قرارات صعبة تضر بعض الفئات الاقتصادية. جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مدبولي اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عبر الفيديو كونفرنس، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في ظل تزايد حالات الإصابة بصورة كبيرة في عدد من دول العالم. وأوضح مدبولي أن عددا من الدول لجأت إلى تطبيق الإغلاق التام مؤخرا، وهو ما يدعون إلى الالتزام حتى لا نصل إلى مرحلة اتخاذ قرارات صعبة قد تضر الكثيرين اقتصادية. وفي هذا الصدد أكد رئيس الوزراء تطبيق الغرامات على كل من لا يلتزم بارتداء الكمامة في وسائل النقل الجماعي والمصالح الحكومية والمولات التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد ازدحاما، وكذلك بالمدارس والجامعات وتوافر الأدوية المحددة ضمن بروتوكولات وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات والصيدليات الخاصة. كما أعلن رئيس الوزراء توجيه المبالغ المالية المحددة ضمن مبادرة البنك المركزي لرفع كفاءة وتطوير مستشفيات الحميات وتوفير المستلزمات الطبية، مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتم شراء أجهزة والمستلزمات الطبية ضمن المبادرة من خلال هيئة الشراء الموحد لضبط الإنفاق وتحقيق مبدأ الحوكمة. كما وجه دكتور مدبولي بتطبيق الإجراءات الوقائية التي يتم اتباعها في المدن والمناطق السياحية والمطارات.
وفيما له صلة، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أنه يخضع للحجر الصحي بعد مخالطته شخصا مصابا بفيروس كورونا، وأكد أنه بخير ولم تظهر عليه أي أعراض، موضحا أنه سيخضع للحجر الصحي الذاتي خلال الأيام المقبلة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية، وسيعمل من المنزل. وعالميا ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى أكثر من 1,200,000 شخص، فيما تجاوزت الإصابات 46,450,000 إصابة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من كورونا بتسجيل أكثر من 230,000 حالة وفاة و9 ملايين إصابة، بينما سجلت البرازيل 160,000 حالة وفاة و5 ملايين ونصف المليون إصابة. وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع الإصابات في القارة الأوروبية، قررت ألمانيا فرض سلسلة من تدابير الإغلاق اعتبارا من اليوم وحتى نهاية الشهر، تشمل المقاهي والمطاعم والمسارح ودور الأوبرا وصالات السينما، كما تستعد بريطانيا لتدابير عزل منزلي وإغلاق جديد تستمر الأربعة أسابيع. وفي فرنسا قررت الحكومة منع المتاجر الكبرى من بيع المنتجات غير الأساسية لحماية أصحاب المتاجر الصغيرة التي أغلقت أبوابها. بدورها فرضت إسبانيا حظر تجوال ليلي، بينما طبقت جميع مناطقها تقريبا إغلاقا لحدودها. يجري وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانان زيارة هذا الأسبوع إلى تونس والجزائر لمناقشة القضايا الأمنية مع نظرائه هناك، حسب ما أفادت وسائل إعلام فرنسية. يأتي ذلك غداة إعلان قصر الإليزيه أن رئيس ماكرون طلب من وزير داخليته التوجه إلى تونس والجزائر للقاء نظرائه لبحث مكافحة الإرهاب بعد الاعتداء الذي وقع الخميس الماضي في مدينة نيس بجنوب فرنسا، ويشتبه بأن منفذه تونسي وعمره 21 عاما. أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية محمد شرفي أن 66.8% من الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية التي طرحت في استفتاء أمس. وأشار رئيس السلطة الوطنية للانتخابات أن نسبة الإقبال على التصويت بلغت 23.7%، وتتضمن التعديلات استحداث عدد من النصوص والمواد غير المسبوقة، منها توسيع صلاحيات رئيس الحكومة في مقابل صلاحيات الرئيس. أكدت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة للبلاد تجرى فقط بين رئيس البلاد ميشيل عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وأنه لا يوجد أي طرف ثالث في هذه المشاورات المستمرة حتى الآن. وفي بيان لها نفت الرئاسة اللبنانية ما يتم تداوله عبر وسائل إعلام حول الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة والتفاصيل الخاصة بتوزيع الحقائب وأسماء بعض المرشحين وغيرها من المعلومات والتي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. قبل يوم من انطلاق سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، كثف المرشحان الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن من حملاتهما الانتخابية، لا سيما في الولايات المتأرجحة. وعلى جدول أعمال ترامب لليوم الأخير من الحملة الانتخابية 5 تجمعات في 4 ولايات هي كارولينا الشمالية وبنسلفانيا وميتشيغان وويسكونسن، على أن يختتم يومه في جراند رابيدز بولاية ميتشيغان كما في العام 2016 حين فاز الرئاسة. أما جو بايدن فيركز جهوده بشكل أساسي على ولاية بنسلفانيا، وهي إحدى الولايات المتأرجحة التي يأمل في انتقالها إلى المعسكر الديمقراطي. هذا ولا يزال نتائج استطلاعات الرأي تصب في صالح المرشح الديمقراطي، حيث أظهر أحدث استطلاع للرأي تفوق بايدن 10 نقاط على ترامب.
وفي الفلبين لقي 16 شخصا مصرعهم جراء الإعصار جوني الذي اجتاح شرقي البلاد مصحوبا برياح عاتية وأمطار تسببت في انهيارات طينية طمرت عددا من المنازل، وبلغت سرعة الرياح 225 كيلو مترا في الساعة. ويتجه الإعصار وهو الأقوى في العالم هذا العام غربا نحو مناطق سكنية مكتظة بينها مانيلا، بينما لا تزال المقاطعات التي غمرتها الأمطار تتعافى من الإعصار الذي ضرب المنطقة قبل أسبوع وخلف 22 قتيلا على الأقل. أخبار المال والأعمال لنشرة الثانية، أهلا بكم. كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تم استثمار 447 مليار و300 مليون جنيه في 691 مشروعا ترتبط بالاقتصاد الأخضر، حيث تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لمشروعات الاقتصاد الأخضر بالموازنة الجديدة. وفي هذا الصدد نشر إعلامي مجلس الوزراء عرضا معلوماتيا سلط الضوء على اتجاه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، فضلا عن تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث. وجاء في الانفجراف أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، حيث بلغ إجمالي قيمة طلبات الشراء على طرح تلك السندات أكثر من 3 مليارات و700 مليون دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلا من 5.75%. تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم متأثرة بعمليات بيع من جانب المؤسسات الأجنبية والأفراد المحليين والعرب، وانخفض مؤشر السوق الرئيس إيجي إكس 30 بنحو 2.2% ليصل إلى مستوى 10433 نقطة. كما هبط المؤشران إيجي إكس 70 إي دبليو آي وإيجي إكس 100 إي دبليو آي متساوي الأوزان بنحو 1.5% و1.4% على التوالي. قالت حكومة الإمارات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن مجلس الوزراء يخطط لإنفاق نحو 7 مليارات دولار على مشاريع التنمية الاجتماعية في ميزانية 2021، وتتضمن الميزانية 21 مليار و300 ألف درهم لقطاع الشؤون الحكومية و3 مليارات و930 ألف درهم للمشاريع الاتحادية. وكانت وكالة أنباء الإمارات الرسمية قد أوردت أمس الأحد أن ميزانية 2021 ستبلغ 58 مليار درهم. سجلت الليرة التركية مستوى منخفضا جديدا أمام الدولار الأمريكي في ظل التوترات الجيوسياسية والتدخلات السياسية على السياسة النقدية، وسجلت الليرة 8.4 ليرة مقابل الدولار الواحد، وخسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري. تراجعت أنشطة المصانع اليابانية للشهر 18 على التوالي في أكتوبر الماضي، وهي مدة غير مسبوقة بفعل ضعف الإنتاج والمشاريع الجديدة والتوظيف. يكافح ثالث أكبر اقتصاد في العالم لاستعادة الزخم بعدما عانى من أسوأ تراجع لما بعد الحرب العالمية الثانية في الربع الثاني من العام الجاري. وصعدت القراءة النهائية لمؤشر مدير المشتريات في القطاع الصناعي إلى 48.7 نقاط في أكتوبر الماضي، ليظل دون مستوى 50 نقطة الذي يفصل النمو عن الانكماش للشهر 18 على التوالي. أظهر مسح خاص أن أنشطة المصانع في الصين تسارعت بأعلى وتيرة فيما يقرب من 10 سنوات في أكتوبر الماضي، مع تنامي الطلب المحلي مما يزيد من سرعة التعافي من أزمة فيروس كورونا. وارتفع مؤشر كايشين ماركت لمدير مشتريات القطاع الصناعي من 53 إلى 53.6 نقطة في سبتمبر الماضي، ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للشهر 6 على التوالي.
نهاية الثانية، وهذا تذكير بأهم ما فيها من عناوين. المصريون بالخارج يواصلون طبع وملء بطاقات الاقتراع في انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب. ومدبولي يطالب بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حتى لا تضطر الحكومة لاتخاذ قرارات صعبة. وللمزيد مسبيرو دوت إيجي. دمتم في رعاية الله. شكرا لكم. Thank you.